مرحبا بكم مجددا. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية وسط تجاهل لحادث اختطاف طائرة مصر للطيران، ومدعومة بحالة التفاؤل التي تزود أوساط المستثمرين. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب بنحو 3.2 مليار جنيه ليغلق عند 409.3 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه. قال البنك المركزي المصري إنه باع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي ليوم الثلاثاء لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات، وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وباع المركزي 120 مليون دولار اليوم بسعر 8.78 جنيه أمام الدولار. كان البنك المركزي يطرح 3 عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس ليبيع 40 مليون دولار في كل منها، لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد أسبوعيا كل ثلاثاء. قالت وزيرة التعاون الدولية الدكتورة سحر نصر إنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المرتقبة إلى مصر لتنمية ودعم العلاقات بين البلدين. وأضافت الوزيرة أن قطاعي الصحة والتعليم من أولويات خطة الوزارة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي للتعليم قريبا وتوقيع منحة ب5 ملايين جنيه اليوم مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار للتواصل مع المستثمرين في مجال الصناعة. قمنا بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي بمنحة 5 مليون دولار ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولي بتؤكد على التعاون بين المجموعة الاقتصادية الوزارية على ازاي ان احنا يعني تحسين مناخ الاستثمار او حل المشاكل المختلفة اللي بتقابل المستثمر عشان يكون له دور فعال اكبر في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل، سواء من توفير فرص عمل، سواء من زيادة الصادرات، يعني تنمية اقتصادية شاملة. بحث الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحث أوضاع الشركات التابعة والتي يبلغ عددها 11 شركة بالإضافة إلى محفظة مساهمات في شركات أخرى، والرؤية المستقبلية لتعظيم العائد على الاستثمار. ووجه الشرقاوي بالعمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة مع مراعاة تنويع استثمارات الشركة القابضة، وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل الدور القابضة في إدارة المحفظة وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991. أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن البورصة السلعية التي يتم تداول السلع والحبوب من خلالها سيكون لها كيان مادي وتشريعي. وأعلن حنفي انتهاء الدراسات الأولية للبورصة السلعية بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية، وأنه تم التعاقد مع البورصات السلعية العالمية ويجري حاليا الانتهاء من الشق التشريعي. وأوضح حنفي أنه تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للبورصة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع هيئة الرقابة المالية التي تدرس المنطقة القانوني والمالي للمشروع. وأخيرا أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن تطلعه لإنجاز ممر الطاقة الخضراء للربط الكهربائي لمنفعة الدول الأفريقية، بما سيسهم في جعل مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. وقال شاكر إن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. وأضاف وزير الكهرباء أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجا وات بحلول عام 2017-2018.
انتهت اخبارنا الاقتصاديه في بانوراما الرابعه، وعوده الى اخبار السياسه مع الزميل تامر حنفي. اليك تامر. شكرا لك محمد. جدد رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة دعوته لأعضاء مكتب رئاسة البرلمان وكافة أعضاء البرلمان لحضور جلسة اليوم حتى تتم تسوية الأمور العالقة واتخاذ قرار حول الأزمة الراهنة بشأن الحكومة التي أطلق عليها الوفاق الوطني. من جانبه نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول استقالة السراج من منصبه، حيث كانت الحكومة غير المعترف بها دوليا قد أغلقت مطارين منع رئيس حكومة الوفاق ومنع أعضاء حكومته من دخول العاصمة الليبية طرابلس لمباشرة مهامهم. أعلن قائد شرطة الكابيتول تحديد هوية مقتحم مركز الزائرين بالكونغرس الأمريكي ويدعى لالي راسل داوسون من ولاية تينيسي، وأنه أوقف في أكتوبر الماضي بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة إثر محاولة اقتحام غرفة مجلس النواب الأمريكي. وأضاف قائد الشرطة إن داوسون أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل بعض رجال أمن الكابيتول وأن حالته حرجة، مشيرا إلى إصابة سيدة كانت في موقع الاقتحام. هذا وقد تم اتهام المقتحم بالاعتداء على رجل شرطة بواسطة سلاح وصفوه بالمميت. بدأ المرشحون لسباق الرئاسة الأمريكية حملاتهم الانتخابية في ولاية ويسكونسن استعدادا للانتخابات التمهيدية التي ستجرى هناك في 9 أبريل القادم. المرشح الجمهوري تيد كروز طالب بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأحياء الأمريكية ذات كثافة سكانية مرتفعة من المسلمين على خلفية اعتداءات بروكسل، وهو الأمر الذي دعمه منافسه الملياردير دونالد ترامب. أما وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فقد حذرت من أن مستقبل المحكمة العليا سيتحدد وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية، محذرة من أن ترامب قد يتسبب في انقسام المحكمة في حال فوزه بالانتخابات. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيجتمع مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي ورئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي يوم الخميس القادم لمناقشة برنامج كوريا الشمالية النووي على هامش قمة للأمن النووي في واشنطن. البيت الأبيض أضاف أن هذا الاجتماع سيكون فرصة للزعماء الثلاثة لمناقشة ردود مشتركة على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية ودعم مجالات التعاون الأمني الثلاثي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إن الاتفاق على موعد محدد لإنهاء عملية نزع السلاح للجماعات المتمردة الكولومبية والمعروفة باسم فارك يعد نقطة حاسمة في اتفاق السلام المقرر توقيعه بين الحكومة وبين المتمردين. يذكر أن الحكومة والجماعة المتمردة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق سلام نهائي لإنهاء نصف قرن من الصراع في الوقت المحدد، وهو 23 من مارس الجاري. هذا وقد تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما فيما يتعلق ببنود الاتفاق ونزع السلاح من نحو 7000 مسلح. يذكر أن مفاوضات السلام بين الجانبين مستمرة في هافانا منذ عام 2012. قال ستيفن دوغاريك المتحدث باسم بانكي مون إن الأمين العام يأسف لسوء الفهم الذي حدث بسبب استخدامه لكلمة الاحتلال لوصف ضم المغرب للصحراء الغربية. كان المغرب قد طلب من الأمم المتحدة أن تسحب العشرات من موظفيها المدنيين وتغلق مكتب الاتصال العسكري الخاص ببعثة حفظ السلام هناك. في تداعيات الأزمة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال ستيفن دوغاريك المتحدث باسم مون إن الأمين العام يأسف لسوء الفهم الذي حدث بسبب استخدامه لكلمة احتلال لوصف ضم المغرب للصحراء الغربية، والذي دفع الرباط لطرد العشرات من موظفي المنظمة الدولية. استخدام مون لكلمة احتلال لم يكن مخططا له ولا متعمدا، بل جاء عفويا كرد فعل شخصي، ونأسف لسوء الفهم وتبعات الناجمة التي أثارها هذا التعبير الشخصي. ويعد الجدل بشأن تصريحات مون هو أسوأ خلاف بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991، عندما توسطت المنظمة الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب حول الصحراء الغربية وتشكيل بعثة لحفظ السلام.
بان كي مون لم يقل ولم يفعل خلال تلك الرحلة شيئا يقصد به الإساءة أو التعبير عن العداء نحو المملكة المغربية التي هي عضو محترم بالأمم المتحدة. واتهمت الرباط الأمين العام للأمم المتحدة بالتخلي عن الموقف الحيادي للمنظمة الدولية في النزاع الخاص بالصحراء الغربية، لكن الأمين العام ينفي ذلك. موقف الأمم المتحدة لم يتغير، لن ينحاز لأي طرف في قضية الصحراء الغربية. وتراقب بعثة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، وعهد إليها بتنظيم استفتاء حول مستقبل المنطقة، لكن التصويت أرجئ لسنوات. الجامعة العربية تحتفل بيوم اليتيم بحضور عدد من الشخصيات العامة، هذا ما سنتابعه بعد قليل. والآن مشاهدي الكرام اسمحوا لنا بهذه الوقفة مع أخبار الرياضة مع محمد عبد الحكم، هو في انتظار حضراتكم. محمد، مصر ونيجيريا النهاردة الحدث الأبرز في أخبار الرياضة. بالفعل تامر، ولكن في البداية دعني أرحب بك مرة أخرى في النيل للأخبار. بالفعل مباراة هامة اليوم، هل ستشاهد المباراة؟ الماتش اللي فات شفته بالدقيقة 60.